بسيطة، مستنياكم إن شاء الله تفرحونا، وفي ملايين المصريين إن شاء الله وراكم بيشجعوكم، ولين ده هي بتشجعكم، ربنا معاكم إن شاء الله يا أولاد، إن شاء الله تفرحونا كلها وتوصلنا العالمية تاني، ربنا معاكم، تحيا مصر. أكيد كل التوفيق اليوم، كل التوفيق لمنتخبنا الأولمبي، سعداء جدا 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 بلعبتنا، سعداء جدا بالروح العالية اللي احنا كنا مفتقدينها بقالها كتير، لعبوا بنفس القتال، لعبوا بنفس الشراسة، لو كملوا بنفس الشكل إن شاء الله يقدروا إنهم يحققوا البطولة. كل الدعم والتوفيق لنجوم منتخبنا الأولمبي في المباراة القادمة في قبل النهائي، وإن شاء الله ينجحوا في الوصول الى اولمبياد طوكيو 2020. اللعب في الاولمبياد ده شرف كبير جدا، وانا الحمد لله سبق لي اللعب في اولمبياد برشلونه 92، واعرف قيمه تمثيل مصر في الاولمبياد. هم المستقبل للكره المصريه، ومصر كلها بتساندهم، احنا لنا متفقين من الماتش الجاي، الماتش الجاي ماتش مهم جدا وصعب جدا، بس هم طبعا قدها وقدود، وان شاء الله نتمنى لهم التوفيق. المنتخب الاولمبي الحقيقه لعيبه رجاله يستاهلوا كل التحيه، بنوجه رساله للجمهور على طول، ان شاء الله موجودين في المباراه الجايه، موجودين في النهائي، ومصر ان شاء الله تتاهل وتاخد البطوله. كلنا بنتمنى التوفيق لمنتخبنا الاولمبي ان شاء الله يوم الثلاث في قبل نهائي امم افريقيا، وان شاء الله ربنا يوفقه في السيمي فاينل ويفوز على منتخب جنوب افريقيا. فيها رجالتنا والحمد لله لغايه دلوقتي كسبين 3 ماتشات، وان شاء الله باقي كمان ماتشين، بدايه من الماتش الجاي ان شاء الله نوصل لطوكيو، وباذن الله نعدي على خير، وبعد كده ان شاء الله نلعب على البطوله باذن الله. اللهم مبروك، اداء راق جدا، الجماهير كانت مبسوطه، وقدرنا ان احنا طبعا نبقى في ظهركم الفترة اللي فاتت، وإن شاء الله بإذن الله كلنا معاكم مباراة جنوب أفريقيا في السيمي فاينل إن شاء الله، نبارك لكم وتروحوا الأولمبياد إن شاء الله.